جينا هنا في مدينه قديمه ودرنا لو بروجي ديال جينوس ميدينا. الهدف ديال جينوس ميدينا هو باش نعاونوا الناس ديال الصناعه التقليديه يبيعوا المنتوج ديالهم. دونك كنعاونوا كاع الناس ديال الصناعه التقليديه في المغرب وفي المدينه القديمه. دونك هذه بوغ لا بارتي ديال الفندق المكان. المكان هي بلاصه اللي درنا فيها واحد المشروع اللي فين كنبيعوا جوستمون المنتوج ديال الناس ديال الصناعه التقليديه، وكنستعملوا لا تكنولوجي ديال كيو ار كود باش اي حاجه اللي كتباع تما كتباع بسميت السيد اللي صايبها. دونك هادي بوغ لا بارتي تراسابيليتي. من ناحيه اخرى عند الفندق الثاني اللي حنا فيه اللي سميتو موهوب، وكنديروا فيه دونك لا فورماسيون لي جون ديال مدينه قديمه. الوغ واحد لا فورماسيون لي شي حاجه بعيده على القرايه ولا داكشي اللي كيديروا في لافاك. حنا حاولنا نديروا شي حاجه جديده، شي حاجه اللي غتعجبهم، وبحال هكا اللي قدرنا نتقربوا منهم باش يعرفوا هنايا هاد البلاصه مديوره ليهم هما. دونك كاينين بزاف ديال لي فورماسيون بحال الديجيتال، كيديروا داكشي ديال الديزاين، كيديروا شويه ديال ديفلوبمون بيرسونيل باش يعرفوا راسهم شويه كيفاش كاينين. كنعاونوهم عاوتاني في لابارتي ديال فورماليزاسيون باش يصاوبوا الوراق ديالهم، ستاتيو ديال المقاول الذاتي، كنفسروا لهم شنو هاد لو ستاتيو وكيفاش يقدروا يتعاونوا به ويخدموا به. دونك سي كوم سا كو باغ اكزومبل عندنا انس، واحد لو جون طالون ديال مدينه قديمه اللي جا لعندنا هو خياط وما كانش عارف هذا الشيء، كان خدام في لاتولي ديال بواه، وعاوناه دونك صاوب المقاول الذاتي ديالو وبدا كيخدم معنا هنايا. كان عنده لاتولي كامل ديال لا كوتور وصاوب لا بروميير كوليكسيون ديالو باش يقدر يبيعها في المكان. دونك هي هادي لا كونيكسيون حنا اللي كنحاولوا نديروا ما بين المكان وموهوب. كاين واحد لابارتي فين كيتفورماو وكيعاونوا الناس ديال الصناعه التقليديه هنايا، وان ميم طون المكان فين كيقدر يبيع المنتوج ديالو باش يديفلوبا ويتعرف ويتشهر. حنا لوبجيكتيف ديالنا سكو هو باغ اكزومبل يديفلوبا ويقدر من بعد يعاون عاوتاني ان جون ديال مدينه قديمه، يعاونو يشوف شي واحد بحالو اللي عزيز عليه الخياطه اللي تعرف اللي تشهر، سكي فا انكوراجي جوستومون لي جون ا سانتيريسي لهاد لهاد لو بروجي. لو سونتر دو فورماسيون اون ايسي دو ميتر واحد لي زاتولي اللي فيهم كامل لي دومين ديال الصناعه التقليديه. دونك كل دومين لو سيستيم سي كو عندنا لو ماستر معلم اللي كيجي يخدم في لاتولي ديالو، حنا كنوفروا له كاع لي ماشين، ولا كونتر بارتي اللي كنطلبوا منه سي كو اولا يقري الدراري الصغار، دونك يعلمهم جوستومون هذاك لو سافوار فير ديالو، و اون ميم طون حنايا كنشريو من عنده واحد لابارتي ديال لي كوموند باش نصيفطو من المكان باش يبيع السلعه ديالو، طبعا ديما بسميتو هو. هادي بوغ لابارتي ديالو. اكوتي عندنا واحد لو فاب لاب ديال لانجينيوري روبوتيك فين كنستعملوا واحد لي ماشين تكنولوجيك بحال لا ديكوب لازير، لا فريزوز نوميريك، اللي كتخلي اون فيت الصنايعي يقدر يتعاون بهاد لي ماشين باش يزرب في الخدمه ولا يصايب اون كونتيتي سوبليمونتيغ دو سي برودكسيون. وهاد لابارتي هادي ديال لا تكنولوجي هي مزيانه باسكو لي جون اللي هما تري اتيري بهاد هاد لا تكنولوجي وهاد لي ميثود جداد كيوليو انتريسي باغ الصناعه التقليديه وكيعاونوا هاد لي ماستر معلم باش يفهموا كيفاش كنستعملوا هاد لي ماشين. دونك ساكري واحد لو بون ما بيناتهم وواحد لو بارتاج. ملي جاو عندنا لي جون موهوبر كما كنسميهم لي جون زابرونتي ديالنا، لاحظنا كو كان عندهم كل ماماهم خدامه في الدار، ما جالسه كطيب في دارها، ما كدير ما خدامه ما والو. دونك حنايا اون لو بروبوزي دو فينير هنايا ويتعلموا ديك لا بارتي ديجيتال ولكن لا باز ديال لو ديجيتال، سيتادير كيفاش يديروا شي ريشيرش في جوجل، يقلبوا على اون فيديو في يوتيوب. ديجا من واحد الناحيه باش يفهموا ولادهم علاش نهار كامل كيبقاو في التليفون كيبقاو يسكروليو باش يتفرجوا في لي فيديو، و اون ميم طون حتى هما لقاو واحد العالم جديد اللي يقدروا يتنفعوا به ولاو خدامين به، ولقاو كان فيه بزاف ديال المنافع وفهموا شويه علاش ولادهم ولاو كلهم كونسونطرين على هادشي. انا عشت هادشي حتى مع الوالده ديالي، يا واحد لو شوك جينيراسيونيل ما بين نو بارون وحنايا ما كيفهموش بزاف هادشي ديال لا تكنولوجي باسكو هادشي كيمشي بالزربه، ولو فات دو لي زامني هنايا كتلقاي الوليد كيقرا هو لا بارتي ديجيتال ديالو وماما حداه اللي كتعلم لي ريشيرش في جوجل. دونك سي كيك شوز دونيك اي سا في بليزير افوار. وكنلاحظوا حتى هما ايزام هاد لو رابروشمون اي ساكري فريمون واحد التقرب ما بيناتهم. جمعيه ماروك امباكت حنا لوبجيكتيف ديالنا على باز سيتي لا سوفغارد ولا لا ريجينيراسيون ديال الصناعه التقليديه المغربيه. ملي جينا لهنا لقينا كانت واحد القصه كبيره على الصناعه التقليديه
السعيديه هنا في المدينه القديمه، وقررنا باش نعاونوا هاد الناس باش نديروا هاد لو بروجي هذا. ensuite donc on a eu plusieurs étapes pour créer هاد لي فندق، وتلاقينا من بزاف مع الناس اللي كانوا باغيين يعاونونا في هاد الشيء. كاينين بزاف ديال لي كوميونيتي هنايا، منهم الجيران، الناس اللي خدامين اللي عندهم لي كوميرس، اللي بغاو هاد لو بروجي ينجح حيت شافوا جوستومون لانتيغي اللي كنجيبوا لهاد لو بروجي، وسورتو هذاك لو كوتي اللي كتجمع فيه كلشي. سادير كو كاينين الناس ديال الصناعه، كاينين لي جون، كاينين لي مامون، دونك كاع هذوك لي كوميونيتي اللي دايرين بهاد لو بروجي جاو وبغاو ينجحوا باسكو شافوا كانت واحد المنافع اللي غيقدروا يستافدوا منه.